مقالي ومقاله صناعة الشائعات ويا جماهير الأهل اتحدوا زي ما أنت طالبت. احذروا واتحدوا. آه. الحذر واجب جدا لأن أنت بتقع في فخ ما أنتش حاسس بيه. أو بيستخدم كلامك اللي أنت فيه انتماء وبراءة ومن منظور يعني أنك أنت لا نقول على الغلط وننتقد الغلط حتى لو على أنفسنا أو علينا أن نفرق تماما 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 بين أن إحنا ونحن نتحدث على مائدة اتخاذ القرار والمسؤولية بيبقى لنا لغة، وإن إحنا نتحدث في الكواليس بيبقى لنا وجهات نظر قد نختلف وصوتنا يعلى وكل حاجة، لكن عند اتخاذ القرار كلنا بنسند القرار. فلا يمكن أبدا لا يمكن أبدا يبقى أنا عندي لعيبة موجودة في قيمتي تناضل وحققت لي كل أسباب الفخر وأنا عمال أنتقد فيه أو جزء منهم. يعني اللعيبة دي اللي إحنا عمالين ناخدهم واحد ورا التاني، بعضهم يتذبذب أداؤه وعايزين منه أداء أفضل، دي مؤكد يملكوا الأفضل مؤكد، لكن في ظروف صعبة جدا لما نيجي في ماتش وادي دجلة تحديدا، وفي 10-12 لعيب ناقصين، وبعدين اللي موجود هو تشكيل ربما على حساب بعض المراكز، ما عندكش بلاي ميكر مثلا، فمش بتلعب بلاي ميكر، فأنت بتغير أسلوب اللعب، بتجرب بيكم باك رايت مش ضروري ينزل بقى يكسر الدنيا، بتجرب مش عارف مين في حته صانع الالعاب، اصبروا واهدوا واعرفوا ان في ماتشات ليها ظروف خاصه، وبعدين ماتش زعلانين منه، زعلانين مش عايزين نتعادل عايزين نفضل نكسب على طول، لا طب ما احنا في الماتشات اللي زي دي صفاره الحكم تفرق، امتى ما تفرقش؟ لما الفرقه تبقى فايقه وتستحمل الغلطه ما بنوقفش كتير عند، لكن لما يبقى لك 3 ضربات جزاء يا استاذ ابراهيم هو مطلوب ايه تاني؟ دي احنا ناقشها بالتفصيل وهنثبتها. ايوه. وبعديها تبص تلاقي الاخطاء تخدم المنافس بتاعك. فتلاقي نفسك جمهورك بيتشد بقى هنا. وخصوصا لما يتزامن هذا مع تصاعد نغمه البكائيه والمظلوميه اللي هي معكوسه 100%. فانا عايز اقول لجمهورنا رفقا اللي بتقولوا لبعض في الاعداد الخاصه، ما ينفعش يتصدر ويوصل للعبتنا. لعبتنا عايزه الدعم وعايزه المؤازره، وبالعكس هو كويس عايز منك ايه؟ يعني هو مش هيفرح بالاشاده وانت وهو كويس ومتالق، هو عايز الدعم وانت مقدر ظروفه. بالظبط تاني وتالت زي ما يكون ابنك جاء يعني في امتحان مش عامل اللي عليه، ما تقولوش والله ما تنافع. يلا شد حيلك وانسى الموضوع ده عشان نقدر نعوض عشان نقدر نعمل، بدل ما عملت اللي عليك انا مش زعلان كده. وبينك وبينه يعني ممكن تنبهه لطف. انا عايز جماهيرنا ما تقعش في فخ ان الناس تاخد من كلامهم تتصيد، وخلي بالك هناك من يعمل ويدعي انه اهلاوي ويحذف لكم الكلام ده بقى. لان في كلام لا يصدر عن الاهلاويه. في ناس اهلاوي منهم عارف، انا عارف بعضهم، عارف توجههم وعارف حسن نيتهم، ولما يتواصلوا معاهم بقول لهم خلي بالك دي ملهاش لازمه، وخلي بالكم اللي هتستخدم مش كويس، خلي بالكم ابتدت تأثر على معنويات فلان او معنويات علان، مش عايزين كده، احنا عايزين نادينا انت ليك في الاخر ايه؟ ناديك بيديلك كل اسباب الفخر والسعادة وانت صحيح. بتقول كده صحيح، بلاش نتناقض بقى مع نفسنا لغايه لما يوصل للمرحله دي خليك ايجابي، حتى لو في هزه هنفترض انه ما بيعملش ما بيدينيش النتيجه 100% دي 80% هزه، اعتبر انها هزه، لكن القياس على ان ما فيش واحد تقطع منه باص، ما فيش لعيب يضيع فرصه، ما فيش لعيب يغلط، ما فيش لعيب يجي يزق كره تطول منه في هجمه مرتده نحاسبه عليها ونبتدي نقيمه بقى ايه من اول الصف بالمجمل. احنا قلنا بقى وخلي بالك لا ما ينفعش يا استاذ ابراهيم، الناس المغرمين ما يعملوش كده، ما احنا قلنا عبد المطلب قالها ما تتكش عليا حبك ليا، الناس المغرمين ما يعملوش كده، ما هو ما تتكش عليا بحبك ليا وثقتك ليا وما تتكش عليا ان انا عودتك ان انا ادي لك كل حاجه على اعلى مستوى، النهارده انا مقرف، النهارده صحتي مش تمام، النهارده ظروفي مش كويسه، استحملني بقى زي ما يعني بديلك حاجه، بالذات ان في اسباب موضوعيه في غيابات لظرف، وحتى بقول لك اذا وصل الامر ان الموضوع بقى عدم توفيق محض خلاص، عدم توفيق بيحصل لنا، اصل انت لو كل واحد قاس على نفسه
هيكتشف دي والله يا استاذ ابراهيم، هيكتشف ان بيجي يوم هو نفس الشخص مش قادر ينزل ويروح الشغل. هو اللي لسه امبارح بيسقفوا له عاملين له الموظف المثالي، ويجي له بعد يومين مش قادر يتكلم، مش عايز حد يساله سؤال. بشر في الاخر يعني. فارجو يا جمهور الاهلي احذر صناعه الشائعات، احذر واتحد صناعه الشائعات والتربص تلقف الاخطاء وتضخيمها. وعلى فكره دي ليها سبب. احيانا بيبقى الهاي اكسبكتيشن، التوقع اللي احنا نبالغ فيه عالية. ودي نغمه ولادنا بقى اللي على السوشيال ميديا معظمهم. يا ندي الفاظ ونقسم في النجاحات، واوعى تقف ما تقولش لايك، واوعى انا عايز اللاف، وعايز مش عارف ايه، وابننا مش عارف ايه، ابننا ابننا ابننا، لحد ما يغلط لا بقى رصيدك مش عارف ايه. لا مش كده الدنيا، مش كده، مفيش ملائكه ولا شياطين على الارض، احنا لعبتنا بشر، بشر فيهم كفاءه وفيهم اخلاص وفيهم اجتهاد وفيهم هيدوا هينجحوا وهيتعثروا النجاح، واحيانا نتعثر. عايزين بقى القياس يبقى كده، فربنا سهل ونفهم بعض ونقدر نكون الجمهور اللي هو فعلا الداعم الدافع. طيب ده كانت صناعة الشائعات في أبرز ما اللي قاله المهندس عدلي في مقالي عن عدم التربص، مراعاة ظروف الفريق، المساندة والدعم الإيجابي باستمرار، عشان باستمرار نوصل بإذن الله في نهاية الموسم للثلاثية الجميلة اللي بتسعدكم. مثلا موسوماني موسوماني موسوماني، الجمهور حطه فين؟ طب خليه يتعادل ماتشين ثلاثة هتبتدي الهمهم. مش عايزين كده، عايزين تقييم يبقى موضوع عشان نبقى الحب له جذوره، مش يبقى على الوش ولا على السطح.